جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، كونها تذكر أن عمرها 50 سنة وأنه ليس لها طمع في الزواج. هل العدة تتعلق بهذه الأمور أم أنها أمر شرع حتى على امرأة كبيرة لو كانت في أكثر من 50؟ العدة من الوفاة واجبة على المتوفى عنها مطلقة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض، المتوفى عنها تجب عليها عدة الوفاة. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا عام في كل متوفى عنها من كبيرة وصغيرة ومتوسطة. نعم.